الجمال مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة. نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال، نعمر بالخير الدنيا ونرضي بهذا. نصوم نقوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذا البرنامج الجديد، برنامج نطل فيه عليكم في شهر رمضان المبارك، برنامج قرار. ما هو القرار الذي نريد أن نتخذه كل يوم في هذه الأيام العظيمة؟ بل ما هو أول قرار نريد أن نأخذه في أول يوم من أيام هذا الشهر العظيم لتكون حياتنا مع الله أجمل؟ حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة. ما هو أفضل شيء نبدأ فيه هذا الموسم العظيم؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وتوبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. في أجمل من أنك تستقبل شهر التوبة بغير التوبة؟ الله، هذا شهر التائبين. الله عز وجل أصلا جعل رمضان من أجل أن نتطهر، من أجل أن نتوب، من أجل أن نجدد علاقتنا به. الله جعل هذا الموسم العظيم من أجل أن تكفر السيئات وتبدل إلى حسنات وترفع الدرجات. رمضان من أجل أن نتوب، من أجل أن نتقي الله عز وجل، من أجل أن نقرب من الله جل في علاه، نعيش حياة النقاء، حياة الطهر. كيف نتوب؟ تجدد علاقتك بالله وتجعل هدفك في هذا الشهر العظيم أن تفعل الخيرات وتترك المنكرات وتعيش بكل أحاسيسك ومشاعرك لله سبحانه وتعالى، أنفاسك لله، أوقاتك لله، سمعك لله، بصرك لله. تقول يا الله، تبدأ هذا الشهر الكريم من بدايته وأنت منكسر، متذلل، خاضع، خاشع لله، تريد ما عند الله وترجو رحمة الله سبحانه وتعالى. في أول ليلة من ليالي رمضان ينادي منادي: يا باقي الخير أقبل، يا من تريد الجنة، يا من تريد مغفرة الذنوب، يا من تريد محبة الله، يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر. أذكر في ليلة من ليالي رمضان السنين الماضية، يخبرني أحد المشايخ إمام مسجد، يقول كنت في أول ليلة من ليالي رمضان أقرأ القرآن، وإذ بشاب يأتيني بعد قراءة لكتاب الله ولكلام الله يسمع هذا القرآن عبر مكبرات الصوت، يقول لي: يا شيخ، أنا كنت مار بالشارع بسيارتي اللي مليانة ما يغضب الله من المنكرات والمخدرات،
يقول فسمعتك تقرأ قول الله عز وجل فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نعم. يا شيخ أنا تائب إلى الله من أول ليلة من ليالي رمضان. يا سلام. لا تتخلون عني، لا تتركوني، أبغى أعيش حياتكم هذه، حياة النقاء، حياة الجمال، حياة الأنس بالله. يقول الشيخ قلت له إذا ما تشيلك الأرض تشيلك عيوننا. يا سلام. يقول فانضم إلى صفوف المصلين وأصبح من الصائمين، من القائمين، من القانتين، من المستغفرين، حتى ليلة 27 من رمضان وجدته أمه في تلك الليلة ميت في فراشه. تاب ورجع إلى الله وأقبل على الله عز وجل، فقبض الله روحه في ليلة من أعظم ليالي هذا الشهر الكريم، ليلة 27 من رمضان. لأجل ذلك قال الشاعر: أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، أتى رمضان فاقبل يا أخيا إلى الرحمن واتبع النبي، فهذا شهر صوم فاغتنمه وحث السير للجنات سعيا، فكم من صائم قد غاب عنا فهل من عبرة إن كنت حيا، تزود بالفضائل واغتنمها، كفى ذنبا وإسرافا وغيا، كفى ذنبا وإسرافا وغيا. يقول أنا طحت في الذنوب ثم رجعت، يعني استغفرت ثم رجعت، استغفرت ثم رجعت، عايش صراع نفسي ولا أريد أن أخدع نفسي وأخدع الناس. أنا أقول ولو تفعل ما تفعل استغفر الله سبحانه وتعالى وعد إليه، والله لن تلقى سوى الله سبحانه وتعالى. طيب قبل العودة كنت تتكلم تقول توبة النصوحة، توب الله توب. التوبة النصوحة، التوبة النصوحة أن تجدد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وأن تخلص التوبة إلى الله عز وجل، وأن تترك جميع الذنوب، وأن تندم على ما فعلت، وأن تعزم على الثبات على هذه التوبة. يعني إقلاع وندم، إقلاع وندم، وعزيمة على عدم الرجوع إلى هذه الذنوب والمعاصي، وكذلك ترد المظالم إلى حقوقها وإلى أهلها. أقلع وندم وأيضا عزم أن لا يعود، لكنه عاد، يرجع ويتوب، فإن ويستقل. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله سبحانه وتعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وإن عظمت الذنوب. لأنه ممكن يئس يا شيخ. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أذنبت؟ قال له: استغفر. فذهب ثم عاد مرة أخرى قال: أذنبت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: استغفر. الله. ثم جاء في الثالثة: يا رسول الله أذنبت؟ قال: استغفر. فقال: إلى متى؟ يعني إلى متى؟ يعني أنا كل ما خطأ. نعم. قال: إلى متى هذا الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم؟ إلى متى أنا كل ما أجي لك أقول لك أذنبت تقول لي استغفر؟ إلى متى؟ اسمعوا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله لا يمل حتى تملوا. الله لا يمل من استغفارك وتوبتك حتى تمل أنت. فرمضان فرصة، فرصة عظيمة عظيمة أنك تبدأ حياة، حياة مشرقة، حياة منيرة بطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم الشيء الجميل في, في, في التوبة هو اتباع السيئات حسنات. إنك تبت، أقلعت، ندمت، عزمت إنك ما تعود، ابدأ وأقبل على الطاعات. علامة قبول التوبة يعني تعطيني مؤشرات مثلا أني أنا فعلا يا جماعة اقتربت من هذا الحيز. والله يا شيخ علي يقول أحد السلف من علامات صدق التوبة إسبال الدمعة. الله أكبر. وارتياد المساجد. تبغى تعرف إن هذا الإنسان بدأ صح، شوفوا إذا ذكر الله عز وجل تجد عينه تدمع. وشوف حاله مع المسجد، إنسان كان ما يصلي الآن بعد ما تاب ورجع إلى الله تجده قبل الأذان في المسجد، ويبعد عن الشغلات اللي تذكره في الماضي. نعم نعم. من صدق التائب إنه
يترك كل شيء يذكره بالماضي. من أجل ذلك يا شيخ علي أنا أقول لنفسي: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهم فلا تصيره أيضا شهر عصيان. أتلو القرآن، أتلو القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن، فإنه شهر تسبيح وقرآن. لنتخذ القرار لنتوب مع الله مع دخول شهر التوبة والغفران، شهر رمضان، لتكون حياتنا مع الله أجمل. اللهم يا تواب يا رحيم، اللهم يا لطيف يا ودود، تب علينا أجمعين، اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، يا رب العالمين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. نتوب نذوب استياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة.